اول الاجتماع اللي حضرناه قبيله بالرئاسه ديال السيد العمده شخصيا والرؤساء ديال المقاطعات ديال فاس كلها سته او ممثلين وحتى الممثلين ديال المصالح التقنيه، وكيدخل في اطار ديال الاجتماع ديال التتبع ديال الاشغال ديال النظافه مدينه فاس. الاستثناء اللي كاين هذه المره هذا هو تغيير اللي شمل دوك الاستثمارات اللي كانت مبرمجه للتمديد ديال العقده اللي عند اوزون هنايا فاس. الخصوصيه ديال هذا الاجتماع هذا هو كان فيه التغيير ديال الاستثمارات اللي غتشمل واحد المجموعه من التكنولوجيات اللي حديثه واللي من شانها تجويد ديال الخدمه ديال النظافه في مدينه فاس، بحيث يتم تغيير وبعض الحاويات واستخدام ديك الاعمده الهوائيه، كذلك الاعمده المدفونه، دوك الشاحنات الصديقه للبيئه والمزوده بدوك الاعمده اللي كتهز هاد الحاويات هادي. كاين واحد حتى دوك المكنسات اللي كيجرهم عامل ديال الكنس، تنقولوا لهم حنا دوك اللي باليوز ديال ديشي اوربان هما اللي كيجرهم وما كيتعذبش داك العامل ديال الكنس، وكتعطي واحد الجماليه وعندها قدره كبيره انها كتسفت وتمتصت هذوك الازبال اللي كتكون في الشوارع وممكن العامل يمشي بها واحد المساحات كبيره. هذا كلهم استثمارات ضخمه اللي تقريبا بين الصفقتين الاولى والثانيه توصل لاربعه ديال المليار ديال سنتيم، اللي غتكون فيها هاد خصصت لهذه التقنيه الحديثه اللي من شانها تجعل مدينة فاس من المدن الأنظف على مستوى ديال المغرب.